السلام عليكم، معكم الفنان الكوميدي صويلح. كنتمنى الأكادير تي في مشوار موفق، المزيد من التألق، وكنتمنى المشاهدين ديالها حتى هما فرجة ممتعة، وكنتمنى من الله أن هذه الجريدة تزيد قدام وعقبال 100 سنة كيف ما كيقولوا إن شاء الله. وتبارك الله عليكم، الله يوفقكم ومسيرة موفقة. وكنقول للجمهور ديال أكادير تي في كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا.